يوصلكم خوتي وخواتي الجاي كدايرين كتمنى كاملين تكونوا بخير. اليوم عندنا عدي خطوه كبيره في الحياه ديال الدراج، انا عندي خطوه كبيره في الحياه ديالي غادي نمشيو. دابا من بعد ما كانت الخطبه ديال الوالدين دابا الخطبه الرسميه، شحدوا الموعد ديال العرس كندويو دونك خويا باشكم تتبعوا معنا المراحل كاملين، وبغينا شوف بغيتكم اهم حاجه انكم تكتبوا لي كومونتير بالعربيه باش تقراو الوالده وقراو والدينا كاملين، حيت كنعرفوا قراو الكومونتير بالعربيه باش نبداو معنا كاملين. بغيت اللي شاد دابا التليفون في يدو يحبس الفيديو ويدعي معنا ويكمل الفيديو، زعما اي دعوه مهم غادي نقراها في لي كومونتير باش نبداو. اللهم يقول لك كيقول لك دعوي ايمانك و يلا خوتي شوف بها الوالده جات دابا غادي نمشيو للصالون. اصبر عليا نمشيو دابا خوتي نكتبوا الجمال كيقول لك حسن دعوه الغريب مقبول. ها المهم غادي نمشيو دابا للصالون غادي نبين لكم كيفاش غادي نصايبوا شعر ميلاد ديال محمد ونتبعوا معنا البلوك كامل. شنو هي؟ انا مش بحال هكا هذا السروال ايوه هذا الراجل هذا هو حسن ما يبغيش يشتكي على فسان سولا ولا فسان صافي فهمتي نمشيو كاملين ثلاثه بيت نضربوا التصويره فيها نجيبو نمشيو عند فاتين على دار بحال مو ثلاثه خاصه دار دخلنا فاتين الحمام ونخرج من الحمام نمشيو عند فاتين سالك كذاب واه بحال مثلا اسي محمد دو معنا تو ماذا سي محمد ولا كيبان انت غير طاقي يا خويا حسن لا يلا الحمامه الحمامه صح الحمامه صح دير لي شي بيريه دير لي شي بيريه لا ماشي بيريه ديك الطريبيش على طريبيش الله الله اخويا حس باش تعرفك ياك خو اوسي قلبوا عليه شي طربوش من هادو اكبار عليا لا 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 او زعما حاطم لك يسرح من فين لا ديال ديال الناس كبار ها تفهم شي صديق راه عنده البيس اوريجينال دابا شي حاجه يجي على الصديق اخوتي ها هو يقول لكم في المحل وكذا اش راك تعارف شد انا راه شد لي على الواتساب راه الواتساب ديال اخوتي فيسبوك شنو هي هذه واتساب واتساب ديالو انستغرام ويوتيوب ديالو فيسبوك يلا اخوتي بلدي غاريبالدي تجيب الويت شوب واتساب 076 873 17 غاري بلدي تجيب الويت شوب غاري بلدي فاش اصبر لي يا استاذ والله يا جاتك خطيرة هذه حاسة هذه دابا خاصني نشوف هذه دابا خياط بلاصه سليمي لك وسنتري لك ترجع تجمعها من تحت تجمعها من تحت هذا راه جديد دابا حيت ما عملتش لا لما كتبت لك الناس التصويره شوف قاعد حسن هذاك صافي خرج الزنقه عادي فهمت ولا لا
حيد اخوه من هنا وي صديق انا ما عنديش شي حاجه بقمقمه زوين راه مقمقم هو اللي كيستيل دابا هكذا كومبلي ويلي 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 خاسر تي حتى ترى هما هما بحال هكاك راه 16 طلع هاي مزير شويه واه لا شنو مسمى ليلى حسن جاك جاك كوستيم زوين انا تمشى ونقول لك غندير لك سينماتيك لك سينماتيك حسن شو غيطلع لا لا صاجي نضرب لي مشي كوستيم انا ما كاينش كوستيم نهار العرس نمشي نشري انا كوستيم سينما هذيك باش نخشي رجلي كره خشيشي ما منيتك كوبي رايش الصديق دير واش شكون هذا حسن قدي دوك فاطمه اصبطني شويه الدراري شوف حسن وقف ليه سير وقف ليه بلا ما كاتش مجي شوف شوف يلا اجي شوف طريبيش اه ناس حسن حسن اكسيون ناري من لا سلامات سير دير عند الازياء يلا خندر السينما خاصك تسليم ياك مطار ياك دير شوف الصباط الصباط واحد ياك شوف كي جا هادشي باقي ما صايب الشعري مهم شوفو كي جا هادشي بحال هكا هو الصديق صديق اجا خويا قلنا المحل فين جا كذا الاشمينه هنايا يلا زيد هو بس صديق المحل جا في زنقة المعلم محمد امام قيصاري الزهراء اها تمام الاشمينه ديال هذا هذا خليته لبو حسن ب 1700 درهم اها صبيبيط صبيبيط 600 درهم الله يحفظك ابا سدد 500 هادشي كامل طايح هادي السيدي كادو من عند النادي الله يحفظ هادي يا الله العز اخويا الصديق المهم حنا دابا غنمشيو تي قاد لينا السروال هو قاد لنا من الطاي ديالي غيدير ليه بخيت ديالو بوحدو مزيان اه ضروري تخبي داك اخويا اللي جا من طرف حسن غيصاوب معاك يلا اخوتي كمل الفيديو المهم خوتي حنا لبسنا كملنا ايوب خويا طارق الله يفيونا راه هو كلشي خاص كلشي كيطلق الله يفيونا انا ها انتوما جيتنا حطه ايوب رضوان الله يلا اخوتي معدب انايا شوفكم عارفك معدب عارفك العائله غتجمع دابا الوالده الا شوف بلاش نحط هذه هنايا باش نبان الناس باش يبان ها الحنه لا انا كنوريهم انا داكشي ديالي انا نوريكم دابا ندير لكم سينما في هذوك اللعيبات الاخرين خوتي تسناو دوي فان فيغ شيخ فيديو سور يوتيوب عندي عيد ميلاد عندو خويا اللي كنور اي جات له هيدا غدا ما عرفش ما تلا بعد غدا واش شي كيوت وي باش ما كان راه يقول لكم شوفي دوب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل الله لله مولاي أهل الله ولله أبواب وي حي وي حي لا باغي ندير مع الناس عصليجه اي حاجه كندير الاول تيجربها بيا ويجربها وكاش شكون هذا هو حسن ريحه مور ريحه مور ريحه مور صافي نمشيو اخويا تاع ديالا تيكا هيد هيد اول ولا باقي مكون طيب باقي ديكون صافي
قول لي ضربه نديرو مقلب خوتي انا برام حسن تخزن حسن انا غنمشي في الطوموبيل ديالك حسن صافي انا غنمشي بالطوموبيل ديالك الى الطوموبيله ديالك 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 صافي خليها خلي برجال يا ناس حسن غادي خصك تقلع يدك بحال هكا و تقلع يدك تمام ايوا عاد شوف بحال هكا هكاك اخويا حسن Hadi hadi.
بارك الله على السي حسن السي حسن. كما تشوفوا جينا اليوم باش نمشيو صافي دجا احنا جينا اليوم مع خويا حسن قابلين سلم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم آمين والحمد لله رب العالمين مبروك عليك خويا حسن الله يكمل عليك مبروك ايه
وانا راكم عارفين الدار وياس كنت راه ضروري راه بنيت وما نقولش لك عليه كاع ولات والله يسهل ما كيرضاو نفسهم زعما كيطال غير الرجال انا نقول لك ايوا بصح ميحين ان شاء الله راه هذا الشيء اللي راه الرينات يشريو ولا مش زعما والله عمرها حتى الروبه ديالو بحال هكا انا راه ما غنقول حتى حاجه ياك ولا نقول لك وين راه وجه البركه الله يسهل عليك انا سولت البارح ما بغاش نسول حتى الله يسهل عليا نزيدها الا الخير زكاي ما تسمعوش مني كلمه خايبه والله نعيمه انا حاجه وحده اللي ما كنبغيش قال شي شي حاجه خايبه اي راه اي واحد راه انا هاي كنصبر في حقي شي حاجه نسمعها في ودني ندير براسي ما سمعتش لا خديجه ما كاينش اللي ولكن الا شافت عيني ما كان لا لا صراحه ديال مولاي وحنا هذا عيبي باش نقول لك نقول لك انا مخطيه كاع العيوب ما فيها حتى شي عيب هذا هو عيبي الا شفت شي حاجه خايبه عرفتي شنو هي الخايبه كاينش مخيب شي حاجه اللي خايبه لا لا مرات ولدي من غيرها ما كلها حر في حياته صح اللي كاين اختي هي اختي كلها حر في الحياه ديالو انا على مرات ولدي لا بصح لا غير لا هادي ولا مرات ولدي الاخر ولا مرات ولدي الاخر هادو ثلاثه الا شت شي حاجه خايبه شي الاخر كلها حر في حياته وما كنبغيش تهضري على ولادك انا نهضر على لا ولادك صح ولادي المراه اللي غتكون مرات ولدي بصح ومن غيرها كل يعيش حياته كيما يبغى ما سوقيش ما شغليش هو راه غادي انا تانا بخواتي هاتي بالي بخوتي كل عايش حر في حياته صافي وكلها كيتحكم في ولادو ومرات ولدو من غيرها ما سوقيش بصح هذا هو اللي كاع لا جربت ما نخدمش عليك فاطمه الزهراء هي نخلي فاطمه الزهراء في داري حنفرح فاطمه الزهراء قلت لك نهزها في رموش عينيك ما كنكذبش عليك بصح نهزها في الرموش ديال عينيك وعزيزه عليا وظريفه وما عمرني شفت عليها شي حاجه خايبه نهائيا بصح نهائيا كاع ماشي نكذب عليكم كانت شي حاجه ما نجيش والله ما نجي بس ديال الطريقه ديال دوي ولكن هي الله يرضي عليها الصراحه وكنتمناها تبقى معايا بحال هكا ان شاء الله والله يخليكم ديما ما تشوفش مني كاع الحاجه الخايبه هي تبرك وما حدي واقفه انا شقه يا قاعد تجيبوا العيالات ويقولوا لي متحرك زيدوا طرفو زيدوا لا تايش شقه شويه ها هي كتجي عندي نقول لها واش عمرك ما غسلتي لي حتى كاس واخا تغسل لك بحال الوالده ديالي انا بنتي محدي واقفه كنت نشقه عليها كدبش ما نجيبش انا بنت الناس تحرات عليها ولا بنتي نبغيها حتى تديها شي وحده تحرات عليها لا راه خاصها تعيش حياتها باقا راه بحال المدرسه الحمد لله دابا راسها شقاها ديروا في القرار راه شقاها خويا شقاها راه عاد فوق شقا حتى ولا حتى ويا الحاجه الثقيله هزت توكيا خلوا الوالده عبالك طيب القلب طيب كيفاش راسي ولا كيدير كلشي كلشي لا كيدير دابا واحد كيفاش كيدير لي الطريقه كلشي حكم عليا قال لها واحد انت على حسابك لا هاد الشيء انا واقف حطي هادشي واش ما تجيش كلشي عايز دير الطريقه ديالك خوتو تبقى غير دوك حياتك حتى وين راه جايه ما غاديش دير غيرت لها همبرغر قالت لي هي ما تعرفش تعلم الحاجه وتعلم مبارك وتعلم حاجه شويه لا لا ما بقى واقفه انا بقى واش انا خليت انا مش شقا ليها واخا راه واحد النهار غيبغيو يشقاو لا راه واحد لا غيبقاو ياكلوا باني حنا ولا ما داز مير شو قلتي اش قالت ما سمعتش يلاه اش قالت عشقه اش قالت لا انا عارفه شي غلطه عارفه شي غلطه عارفه شي غلطه سكسيه ما بغيت تهرب لي الراجل وتخليه وليها
باش غادا تهرب باش غادي يهرب انا باغاها بنتي ما باغاهاش خدامه عندي ربي خليها بنتي اللي ما عرفتش نديرها.